السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان. نتحدث فيها عن علاقة المسلم بغير المسلم في رمضان، وكيف يكون المسلم في رمضان قدوة ومثالا للإنسان الناجح المثابر الصالح في مجتمعه أينما كان. موضوع هذه الحلقة أناقشه مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ حسين، نرحب بكم في بداية هذه الحلقة. أيضا تعليق على ما يجري داخل المسجد الأقصى، وواجب النصرة، واجب النصرة بالدعاء، واجب النصرة لهؤلاء المستضعفين الذين يرابطون في مسجدهم. وللأسف من الدول العربية لا تأتي إلا بيانات الشجب والاستنكار، بل إن أحد بيانات الدول العربية يدعو المصلين إلى عدم، حسب مصطلح ذلك البيان، التمنع في المسجد. ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، أحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وأحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى. ونحن نودع اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، انتصف الشهر بل وزيادة كذلك، نود أن نرفع أكف الضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا وإخواننا وأحبتنا وقلوبنا في أرض الرباط، في أرض المقدس، أن ينصرهم على عدوهم، أن ينصرهم وأن يقوي شوكتهم، وأن يمدهم بمدد من عندي. هؤلاء المرابطون يا سيدي الذين يدافعون عن الأقصى ويحملون عنا واجب الدفاع عنه، فإن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب على كل مسلم بما يستطيع، كل بقدر استطاعته. وهؤلاء إنجاز التعبير هم في الصف الأول، هم في المقدمة، بصدور عارية يتلقون كل ضربات الاحتلال من رشاش وصواريخ وقنابل إلى غير ذلك. بصدورهم العارية يتلقون هذه الضربات صابرين محتسبين من أجل بيت الله عز وجل، لا من أجل دنيا ولا من أجل عرض زائل. لو شاءوا لسلموا كما سلم من سلم، ولا باعوا كما باع من باع، ولكنهم الشرفاء العظماء الذين سيتحدث عنهم التاريخ في كل وقت وحين. هؤلاء الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عندما قال: ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين هم يا رسول الله؟ فقال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أي وحوالي بيت المقدس. هؤلاء هم الرجال بحق، أن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأقول: لا شرف لنا ولا عز لنا ولا حياة لنا إذ لم نساند هؤلاء بكل ما نستطيع. والذي لا يستطيع إلا بالدعاء فليكن بالدعاء، والدعاء ليس هينا، لعل الله سبحانه وتعالى يرى منا ضعفا فيستجيب لنا. ومن أدراك يا أخي، قد تكون أنت أو أنت أيتها الأخت، قد تكون أحد الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، قد يكون دعوته مستجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. ولذلك أنا أشد على أيدي المعتصمين في بيت الله أن يثبتوا: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. وكم هزمتم أيها الشرفاء، كم هزمتم هذا المستعمر البغيض، كم هزمتم
هذا الصهيوني الحاقد بفضل الله في مواقف كثيرة رأيناها وعايشناها بأم عيوننا، في السجون والمعتقلات، في الحصار، في كل مكان، من قبله في رمضان الماضي والذي قبله رأينا مثل ما يحدث اليوم. بثباتكم جاء النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، فاثبتوا رحمكم الله، اثبتوا رحمكم الله، والله إن النصر لآت لكم، إن النصر لآت لكم بإذن الله، لأن الله قال وقوله الحق، وعد ووعده الصدق، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا نزكيكم على الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا. أسأل الله لكم الثبات، أسأل الله لكم الثبات، أسأل الله لكم الثبات. ولإخواني في خارج الأقصى، أنتم ترون بأم أعينكم وينقل الحدث على الهواء بفضل الله جل وعلا وبفضل هؤلاء الإعلاميين الذين ينقلون ما يحدث داخل الأقصى رغم الحصار عليهم. فما علينا إلا أن نقف إلى جوارهم، إن دعمهم واجب مقدس، إن دعمهم واجب مقدس وليس نافلة، وخاصة في هذا الشهر المبارك. فعليكم رحمكم الله، عليكم بدعم أهلينا في الأقصى، عليكم بدعم بكل ما تستطيع، كل بما يستطيع، ولو بدعوة في جوف الليل، ولو بدعوة قبل الإفطار، فإن دعوة الصائم قبل الإفطار مجابة بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ، في موضوع حلقتنا لهذا اليوم صورة المسلمين في رمضان، كيف نعتني بها؟ ابتداء، كيف يجب أن تكون صورة المسلم في رمضان وفي غير رمضان، بل في كل شهور السنة؟ رمضان يا سيدي وشهر تربية، رمضان هو شهر زاد للعام كله، المسلم يتزود فيه ويتلقى فيه محض تربية أشبه ما يكون بمخيم شهري في كل عام، يجلس العبد فيه لينقي نفسه من شوائب الغفلة، ولينقي نفسه من أضران الذنوب، وليقبل على الله جل وعلا، يقبل عليه. ولذلك الله حسن الكلام، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهو يمسك لسانه، لأنه يدرك رب للصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهو بجوارحه الظاهرة يحاول يا سيدي أن يهذبها، ويحاول أن يقوي عزائمها في طاعة الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى يسلم كتب له قيام ليلة، فتراه في صلاة التراويح يقف مع الإمام منذ أن يصلي العشاء إلى أن ينتهي، لا ينصرف عنه، من أجل أن يقوي جسده على طاعة الله ويمرنه على قيام الليل. إذا كان لا يقيم الليل قبل رمضان، فيخرج من رمضان وعنده تدريب عملي لقيام الليل. وكذلك في كل السلوكيات التي يسلكها العبد في رمضان، ما هي إلا مدرسة ومحضن للتدريب والتأهيل يا سيدي. الآن هذا التدريب والتأهيل، كيف يمكن أن نستغل رمضان لنظهر أبرز ما يجمل ديننا من خلال سلوكنا؟ يعني بنماذج عملية فضيلة الشيخ، نحن في رمضان الآن، كيف ينبغي أن يكون المسلمون مثلا في المسجد خلال صلاة التراويح
وبعد أيضا صلاة التراويح مراعاة لجيرانهم من غير المسلمين. الناس ينظرون إلى المسلم على أنه الإسلام، للأسف قد تكون هذه النظرة غير علمية لكنهم هكذا. الناس ينظرون على المسلم، ينظرون إلى المسلم على أنه هو الإسلام، وأن كل ما يأتيه هو من الإسلام. لذلك ليحذر كل واحد منا أن يؤتى الإسلام من قبله. كل أخ وكل أخت عليهم أن يحذروا أن يؤتى الإسلام من قبله. الناس ينظرون إلينا في أخلاقنا، في حركاتنا، ولذلك عندما يأتي المسلم إلى المسجد يأتي في سكون، ويأتي في روية، ويأتي في وقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. لا يأتي مسرعا، ولا يأتي هكذا متلهئ، يعني عنده جلبة يزعج الناس بالسيارات، ولا لا، إنما يدخل في هدوء إلى بيت الله ويجلس يؤدي صلاته. إن كانت هناك موعظة يستمع، إذا لم تكن وأتم الإمام الصلاة يخرج من مسجده إلى بيته دون أن يؤذي أحدا. يا سيدي تصور، وأنا كنت أتكلم مع إخواني المسلمين في المسجد الأسبوع الماضي، نعم، لأن الشباب يأتون ما شاء الله، يأتون لصلاة العشاء جيد في جماعة، أمر جيد، ويأتون لصلاة التراويح ما شاء الله، ولكن نعم أنا آسف، ولكن مثلا في أوقات الراحة، ولا بعضهم يصلي أربعا ثم يخرج ويلعب خارج المسجد ويصيح ولا يعلم أن الجيران يتألمون. الجيران يا سيدي ليسوا مثلنا يسهرون، هم ينامون مبكرا لأن عندهم أعمال وعندهم أشغال يقومون لها. يعني المسلم قد يتحمل في رمضان السهر لأنه عنده هدف، عنده غرض، عنده عبادة. أما غير المسلم، أنت لما تكرهه على ألا ينام إلا وقتما تنصرف أنت من المسجد، قد يكون الوقت متأخرا بعد 12:00، تجد الشباب يصيح أو يقفون بعد أن ينتهوا من الصلاة على أبواب المسجد. هكذا رأيتهم ويتكلمون ويحكون كأننا في بلد مسلم. ها كنا نعتاد هكذا، بعد الخروج من المساجد نقف على أبواب نتكلم ونتحدث. الأمر ليس بغريب لأن رمضان والبلد يحتفل كله برمضان، والمسجد غالبا بيكون حوله يعني فضاء قليلا، لكن هنا يختلف الأمر يا إخواني أخواتي، هنا يختلف الأمر. كيف يصور المسلم لنفسه أن يأتي لأداء نافلة؟ لأن صلاة التراويح نافلة سنة مؤكدة، هذا أفضل ما قيل فيها عند الفقهاء. لكن إيذاء الجار، إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، ولذلك أنا أنصح كل الذي لا يستطيع أن يكف أذاه عن الجار أن يصلي في بيته. وهذا ينسحب فضيلة الشيخ أيضا على سلوك المسلم في بيته. السحور فضيلة الشيخ أنت تعلم وفي وقت يكون الناس فيه نيام، والمنازل في أوروبا عموما هي منازل صغيرة ومتلاصقة في بعض الأحيان، والصوت قد يصل إلى الجيران، فما واجب المسلم أيضا في خلال هذا الوقت الذي يكون جيرانه من غير المسلمين نائمين وهو يتسحر مع أبنائه ويزعجهم أحيانا مما يعطي صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين؟ يا سيدي، ذكرت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتها وصيامها، لكن النبي فاجأ الجميع عندما قال لهم هي في النار. كانت معروفة عند الجميع بأنها صوامة قوامة عابدة،
تفاجأوا كيف تكون هذه المرأة في النار، وإذا كانت هذه المرأة في النار فمن يكون في الجنة؟ هكذا التصور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم العجب عندما قال كانت تؤذي جيرانها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدم إيذاء الجار ولو بريح القدر. يا إخواني قال ولا تؤذيه ولو بريح قدرك، بل علمنا إذا صنعنا طعاما وله رائحة أن نقدم لهم منه هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن وصية سيدنا جبريل للنبي يتعجب منها فيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالله الله في الجار يا إخواني، الله الله في الجار، الله الله في الجار. بإمكانكم أن تجعلوه يقبل على الإسلام عندما تحسنوا المعاملة، وبإمكانكم أن تجعلوه ينفر من الإسلام عندما تسيئوا معاملته. أنا سمعت قصة في إحدى الدول الأوروبية، وهذه حدثت، بأن يعني جارة كانت غير مسلمة، فكانت الجارة المسلمة الأخت تذهب إليها وتعتني بها، كانت كبيرة في السن، تذهب إليها وتعتني بها وتصنع لها الطعام والشراب وتوانسها وتكلمها، وكان لها أبناء لا يسألون عنها أبدا. ربما في الكريسماس لو جاءوا الكريسماس اللي هو بيسموه العيد بتاعهم ده رأس السنة ولا غيره، ربما إذا جاءوا. لكن الأخت تفاجأت قبل أن تموت هذه السيدة تعلن شهادتها بين يدي الله سبحانه وتعالى، تعلن شهادتها وتقول لها اتصل بالمحامي، وتتصل بالمحامي ويجيء المحامي، وعلى غفلة من الأخت، الأخت تركتها وخرجت لما أن جاء المحامي، على غفلة منها إذا بها تكتب أملاكها كلها لهذه السيدة. سبحان الله، أملاكها كلها. نعم، هذه قصة ليست خيالية، هذه حدثت حقيقة، تكتب أملاكها كلها لهذه السيدة. ولما تعجبت السيدة قالت أنا لا أستحق هذا، أنا ما فعلت وما أفعله إلا لوجه الله. قالت أنت ابنتي، أما هؤلاء فليسوا أولادي، أنت أولى بما أترك من بعدي من هؤلاء. انظروا حسن الخلق ماذا صنع. سبحان الله. وحسن الخلق فضيلة الشيخ أيضا ينسحب على سلوك المسلم مع زملائه في العمل. أيضا في العمل في رمضان بعض الناس يتثاقل حتى في الذهاب إلى العمل، فما بالك إن ذهب وأدى عمله متثاقلا أو متكاسلا؟ ما تأثير ذلك على صورة المسلم المجد الذي كان شهر رمضان هو شهر العمل وكان شهر الانتصارات الكبيرة؟ بعض الناس يأخذوا عن فكر عن شهر رمضان بأنه شهر سلبي، بمعنى شهر النوم والكسل والخمول، وأقصى ما يعملوا يصلي لهم شوية ركعات يعني، ثم يعودوا ليسهروا أمام التلفاز والحلقات إلى وقت السحور، ثم إذا هكذا يعني كثير من الناس يصنع كذا للأسف. ثم إذا ذهب إلى عمله فذهب وقد ضربه الكسل والخمول، وليست عنده قدرة ولا استطاعة لا نفسية ولا بدنية للعمل. السلف كان شهر رمضان عندهم هو شهر النشاط، هو شهر الحركة. انظروا معظم يعني الفتوحات العظيمة كانت في شهر رمضان، يعني غزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان، وهكذا يعني كثير من أفعال الخير والمسارعة كانت في شهر رمضان. شهر رمضان ليس شهر نوم وليس بشهر خمول، شهر رمضان شهر نشاط. ولذلك يجب أن تري غيرك أثر الصيام عليك. هل الصيام يجعلنا نتكاسل ونتقاعس، أم الصيام يجعلنا
في نشاط وفي روحانية أعلى وفي ابتسامة، ويجعلنا يعني هكذا فرحين، ها، لأننا ننتظر مغفرة الله جل وعلا. الإنسان يفرح، ينتظر مغفرة الله. للصائم فرحتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر فرح بفطره، نعم، وإذا لقي الله سبحانه وتعالى فرح بلقاء ربه. نعم. فضيلة الشيخ الأخ يسأل يقول: أنا مريض مقعد لا أستطيع المشي وأجد صعوبة في الوضوء للصلاة لولا مساعدة زوجتي، هل يجوز لي أن أصلي قصرا وجمعا؟ وهل أصلي الظهر أربع والعشاء أربع أم اثنين؟ تفضل أخي الحبيب. أسأل الله لك الشفاء العاجل يا رب، وأن يمن عليك بالعافية، وأن يجزي زوجتك عنك. اللغة العربية الصح زوجك، لكن أنا بس حتى أبسط للناس. وأن يجزي زوجتك عنك خير الجزاء يا رب، ولها من الأجر مثل ما لك عندما تساعدك على الوضوء وتساعدك على الصلاة. لكن يا أخي الحبيب، ما أستطيع أن أقوله لك، بإمكانك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا لا قصرا، بمعنى أن القصر للمسافر فقط، القصر للمسافر، تمام، سواء كان سفره هكذا أو سفره للنسك كسفر الحج له أن يقصر. أما المريض ويعني هؤلاء لهم أن يجمعوا، لكن ليس لهم القصر، فتصلي الظهر أربعا والعصر أربعا جمعا بأذان واحد وإقامتين، وتصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا بأذان وإقامتين. نعم. نعم. أحد الإخوة يسأل: رجل يعمل في شركة تأمين وأجرته يأخذها نسبة من الأشخاص الذين يدفعون التأمين، هل يعتبر هذا العمل ربا؟ يعني أجرته هو نسبة من العمولة. لا أعرف أي أنواع التأمين، عن أي أنواع التأمين هو يتحدث. شركة في المملكة العربية السعودية، فربما يكون تأمين حلال، لا ندري. لا أدري برضو، يعني أنت تعرف في بلادنا الشركات تكون مختلطة عند هذا وعند ذاك، فلا أدري. فإن كان التأمين الشرعي تأمين التكافل التعاوني اللي زي في أنواع منه في بلاد في السعودية وفي بلاد الخليج، إن كان مثل هذا، أو التأمين الاضطراري زي التأمين على السيارات ولا التأمين للعلاج وهكذا، أو التأمين للسفر، فلا بأس فيه. أما إذا كان التأمين على الحياة، التأمين التجاري الذي لا يصح، فأنصحه أن يبحث عن عمل آخر تكون الأجرة فيه حلالا. عمولة كنسبة من مبلغ البيع، مثلا أنت تعرف في العقارات السمسار أحيانا يكون له نسبة من ثمن المبيع، يعني أجرته هي إذا بيع البيت بمئة مثلا أجرته 1%، فهو يأخذ 1، بيع بمئة ألف وله 1000، بيع بمليون وإلى ذلك. تحديد الأجرة بالنسبة، هل هناك محظور شرعي؟ لا، أجرة السمسار مشروعة. أجرة السمسار مشروعة بشرط ألا يغش وألا يخدع أحد الطرفين، إنما أن يبين، فإذا خدع أو غش تكون أجرته حرام لأنه غش ولأنه خدع. أما إذا بين للناس، مثلا بين المشتري العيوب التي فيما سيشتريه، إن كان بيت ولا عقار ولا كان أي شيء آخر، مثلا إذا كان بيأتي به لشركة التأمين الحلال بين قوسين، فيقول له إن الشركة هذه مثلا كذا بتعطي الناس، ويبين له كل شيء. إذا بين فالأجرة لا بأس بها حلال. أما حرمة الراتب المعاش إذا سموه هنا أو هناك هكذا، إنما تأتي من الغش، لكن صار عامة أجرته لا بأس به. وحتى لو كانت نسبة، حتى لو قال نسبة 2% 3%، ما دام يتراضى الطرفان على ذلك
والنسبة معلومة والأجرة معلومة فلا بأس في ذلك. الأخ يسأل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لفقير عليه دين من خلال قرض البنك؟ أنت تعطي الفقير ولا دخل لك بما سيتعامل مع هذا المال. الله عز وجل لم يشترط للغني عندما يعطي الفقير الزكاة لم يقل للغني لكن عليك أن تسأل أين سيذهب بهذا المال. لا، أنت عليك أن تعطيه المال وهو يتصرف فيه، يحاسب هو عنه بين يدي الله. أما أنت تكون قد أديت الفريضة التي عليك، هو يحاسب عن هذا المال فيما أنفقه، أما أنت فتكون قد أديت الفريضة التي عليك ما دمت تعرف أنه فقير ومحتاج. أخ يسأل أيضا: لي على أحد الأشخاص دين وهو يماطل منذ فترة طويلة، أنا لا أعلم إن كان يستطيع أم لا، هل علي أن أسأله وإذا كان فقيرا أن أسامحه أو أعتبر المبلغ صدقة أو زكاة؟ لا يجوز اعتبار المبلغ من الزكاة، الدين لا يجوز اعتباره عند جمهور الفقهاء من الزكاة، الدين لا يجوز حسمه أو قسمه من الزكاة. تمام، لأن صاحب الدين ده قد يكون غني، صاحب الدين قد يكون كذا. تمام، عموما هذا قول الفقهاء، لكن باستطاعتك أن تسأل وأن تجعل المال صدقة من الصدقات، يعني لا بأس. لكن إذا قال الشخص بأنه معسر أو غارم يعني لا يستطيع أن يسد هذا المبلغ أبدا، فهل يجوز للشخص أن يقتطع المبلغ من زكاة المال؟ لا، لا يجوز، لا يجوز هذا. لكن ليس على هذا المبلغ زكاة عامة إذا كان اللي أخذ المال لا يعرف متى يرده، إنما على الزكاة عندما يرده يزكيه مرة واحدة. نعم. ولكن إذا أراد أن يسامحه على أن هذا المال صدقة ليس زكاة. نعم. الأخ يسأل: رجل يصلي مفردا أو منفردا أثناء صلاة التراويح، ما حكم عامله؟ هو يترك التراويح ويصلي لوحده ويصلي نافلة أيضا، لا يصلي فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا يشق عصا الجماعة، إما أن يصلي مع الجماعة وإما أن ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من الصلاة وجد رجلين في أسفل المسجد لم يصليا معه، فدعاهما أمر بهما فجيء بهما. الحديث يرتعدان خايفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون يعني يصنع بهما شيئا ما، فقال لهم: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني احنا مسافرين وصلنا وعندنا رحال، صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: يعلمنا ويعلمهما ويعلم المسلمين جميعا، إذا دخلتم المسجد والصلاة مقامة فصلوا مع الإمام، صلوا مع الإمام، وإن صليتما في رحالكم صلوا مع الإمام تكن لكم نافلة. بمعنى إذا الإنسان دخل جماعة، دخل مسجد وفي جماعة وصلى، حتى يعني أنا جاي من الصفر وعايز أقابل سنين، رحت المسجد وجدت الصلاة مقامة، أنا جمعت وأنا في السفر مثلا، جمعت الظهر مع العصر جمع التقديم، جئت وجدت صلاة العصر مقامة وأنا في المسجد، السنة أن أصلي معهم، ولو كنت قد صليت الفريضة التي علي أصلي معهم وتكون هذه الصلاة بالنسبة لي نافلة وقد أديت الفريضة. نعم. نعم. أخ رابح من لندن تفضل بسؤالك. أستاذ رمضان مبارك، بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير، وأحب الشيخ في الله إن شاء الله. جزاك الله خير. كان عندي سؤال، أنا مطلق وعندي ابن يعني رضيع مش كبير، هل أخرج زكاة الفطر عليه في هذا رمضان؟ هذا هو سؤالي، شكرا شيخ. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي رابح مباشرة من الشيخ. فضيلة الشيخ، الأخ رابح يقول بأن لديه ابن رضيع، لم أفهم هل يعيش معه، ربما لا يعيش معه لأنه طلق زوجته، وعلى كل حال هل يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ الله أن يبارك له فيه آمين، وأن يحفظه،
أن يخلف على الأخ الكريم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيا كان فإنه مطالب شرعا بأن يخرج زكاة الفطر عنه، حتى لو كان الولد يعيش في كنف أمه مثلا بطبيعة الحال لأنه رضيع وكذا، حتى لو كان يعيش في كنف أمه فإن عليه على أبيه أن يخرج عنه الزكاة. نعم، ولو كانت أمه لازالت في العدة، لازالت في العدة، عدة يعني اللي هي رجعية، فأيضا تلزمه زكاة الفطر عنها. نعم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فضيلة الشيخ، الأخت تسأل: قبل أن أتزوج أو أكون أسرة كنت أقرأ القرآن وأصلي التراويح وأكثر من العبادات، لكن بعد الأسرة قل ذلك بنسبة كبيرة جدا، هل ما سبب ذلك هو بالأسرة يعني كما تقول، هل ذلك حرام لأني مشغولة بالبيت والأولاد والعمل؟ يعني علماؤنا يفتون بأن الزوجة التي تجلس في البيت وتصنع الطعام لأولادها وترعى شؤونها وربما يكون ثوابها عند الله أعظم في هذه الحالة من زوجها اللي جالس في المسجد وعمال ماسك المصحف ويقرأ كتاب الله عز وجل أو بيصلي التراويح لأنها ترعى أولادها. ومن المعلوم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها في الحديث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك. النساء عملوا مؤتمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا السيدة أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحدثة باسمهن. تطلب ماذا؟ هل تطلب ما يطلبه النساء اليوم يعني الغير ملتزمات؟ لا، إنما قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يجاهدون على نجاهد ويشهدون الجمعة والجماعات ونحن قواعد بيوتهم، نرعى الأولاد ونطي الطعام وننظر فيما يصلح شأن البيت. هكذا قالت ويتصدقون وليس لنا أموال نتصدق منها. جلست تعدد ما تراه هي أجر عظيم للرجال وهي مسكينة جلسة في البيت زي ما بتقول الأخت جلسة عمالة تطهي طعام، جلسة عمالة ترعى الأولاد، جلسة عمالة تنظف البيت وهكذا. قال: اعلمي وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك. الله، حسن تبعل المرأة هذا هو التبعل، هذا معناه. وهل ذلك ينقص من مكانة المرأة؟ بعض النساء يقول أنه هذا ينقص من مكانة المرأة أنه هي تترك العبادات وتكون خادمة عند زوجها وأولادها. يا سيدي هذا أفضل لها من أن تذهب إلى المسجد وتظل يعني متعلقة بأستار الكعبة وبيتها مهمل وأولادها مهملون وزوجها مهمل. ستحاسب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كل إنسان عليه فريضة، زي الرجل بالضبط لو جلس في المسجد يعني يعتكف ويصلي ويقرأ القرآن وإلى آخره وترك العمل ولم يأتي لأهله بشيء من الطعام والشراب ولم يرعى شؤونهم، ها؟ أنا أستطيع أن نقول بهذا عابد أم نقول هذا شيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولكن يكفرها السعي وراء المعايش. نعم. يا سيدي المرأة عندما تخدم في بيتها يعني هو هذا الشرف العظيم الذي ستناله، لكن لا يعني هذا أننا نقول تقصر في الفرائض، لا، إنما ولا في النوافل حتى، إنما نقول قد يكون حظها من تلاوة القرآن قليل، حظها من النوافل قليل وهكذا. أحيانا تجمع الصلوات لأن الله غالب كما يقولوا لا تستطيع، فتجمع الظهر مع العصر، يغفر لها ذلك أكيد 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 برعايتها لأبنائها وزوجها.
هذه عبادة، رعاية الأولاد هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، رعاية أمر الزوج عبادة، كما أن رعاية أمر الزوجة كذلك عبادة. الأخ يسأل فضيلة الشيخ نقلا عن أخته، الأكل الخطأ أثناء الصيام هل يبطل الصيام وهل علي أن أقضي ذلك اليوم بعد رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، اللي يأكل أو يشرب ناسي يتم صيامه وليس عليه قضاء عند جمهور أهل العلم. نعم، عند جمهور أهل العلم ليس عليه قضاء خلافا للسادة المالكية. الأخ يسأل فضيلة الشيخ سؤال في موضوع حلقتنا، ما هو حكم دخول غير المسلم للمساجد؟ بعض المساجد تقيم حلقات لتعريف غير المسلمين بالإسلام بهذا الدين السمح، ما حكم ذلك وهل يجوز لهم أن يدخلوهم إلى باحة المسجد إلى أماكن الصلاة؟ نعم، ومن قال يمنع هذا؟ من قال؟ أي الفقهاء قالوا بمنع غير المسلمين رجالا ونساء أن يدخلوا المساجد؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، ما سمعت ذلك إلا من الجهل عندنا الطلاب، يعني عندنا المدارس تأتي في كل يوم من الاثنين إلى الخميس، يأتون مدارس لزيارة المسجد وشرح الإسلام لهم، فتأتي المدارس الثانوية والإعدادية هكذا، أحيانا تجد مدرستين ثلاث مدارس الحمد لله في كل عام. فأجاني بقى أحد الشباب، يعني أكثر من واحد الحقيقة، ويقول لي أنتم كيف تسمحون لهؤلاء بدخول المسجد؟ إيه الرجل الولد ممكن يكون جنوب، والبنت ممكن تكون عليها الحيض، واللي 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 تأتي. قلت له يا أخي، ومن قال لك أن شروط دخول الإسلام عدم الجنابة وعدم الحيض؟ هو شروط دخول المسجد تقصد؟ لا، الإسلام. الإسلام ككل. نعم، الإسلام، يعني لأني أنا بدعوها إلى الإسلام، هل شرط دخول الإسلام ما تكونش جنب الولد أو ما تكونش عليها الحيض؟ لا. طيب، أنا بدعوها حتى أبين لها الإسلام وأشرح لها، بدعوها إلى المسجد. نعم، أين المكان الذي أستطيع أن غير المسجد بدعوها؟ المشركين كانوا يأتون إلى المسجد ويقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يعني كما حصل مع يعني الصحابي الجليل اللي هو من أبي من بني حنيفة، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال، ربطه النبي ثلاث أيام في المسجد، ثلاث أيام لم يسأله أنت جنوب يا أخي العرب ولا أنت مش جنوب قبل مربوطك في الجامع، لأنه كان قاتل، كان قاتل. سبب ربط النبي له في المسجد قاتل، هم قبضوا عليه وجابوه المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، وكان يجي يفك وقت الطعام والشراب وكذا، كان يقول له كيف بك، كان يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسل من المال سل ما شئت تعطى. والنبي في تاني مرة يأتي فيقول له هذا الكلام، ما بالك، يقول له كذا. في المرة الثالثة قال له هذا الكلام، فقال النبي أطلقوا صراحة، فخرج الثمامة وهو يذكر ذلك للحبيب صلى الله عليه وسلم، خرج إلى خارج المسجد وذهب إلى بعض النخيل وفي وسطها بيكون ماء وكذا، اغتسل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امدد يدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد أنك رسول الله. يعني المساجد هي أماكن، كما أنها أماكن العبادة لنا، هي أماكن الدعوة، ندعو الناس ليروا ماذا نصنع داخل المسجد، كيف يروا صلاتنا وعباداتنا، وكيف يروا بيوت الله سبحانه وتعالى. لا بأس ولا ضير، بل العكس، هكذا يجب. أنا رأيت في ألمانيا مسجدا بني من الزجاج، كله من الزجاج، بحيث اللي في الخارج وهو ماشي في الشارع يرى ماذا يصنع المسلمون، لأنهم عندهم فكرة سيئة إن المساجد دي عبارة عن أماكن تدريب مش عارف إيه وإلى آخره. لا، اتفضلوا يا سادة
نحن في المساجد ليس عندنا إلا الركوع والسجود وعبادة الله الواحد الأحد ومجالس العلم. تفضلوا معنا. أخي أحمد من الجزائر، تفضل بسؤالك يا أحمد. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما لا يخفى عليكم أن هنا في الجزائر بني مسجد كبير يعد ثالث أكبر مسجد في العالم، ولكن هو بين بمئات الملايين من الدولارات من المال العام. لا أدري هل شرعا يجوز بناء المساجد بالمال العام أو بالتبرعات. على كل حال هذا المسجد تمنع فيه لحد الآن صلاة الجمعة والتراويح لأسباب غير معروفة، قد تكون خوف السلطات من تحول حشود المصلين إلى مظاهرات مناوئة. فأرجو من الشيخ توجيه نصيحة أو المسؤولين هنا. شكرا. شكرا جزيلا لك يا أخي أحمد. فضيلة الشيخ، حول أولا سؤال فقهي حول بناء المساجد من المال العام. المال العام هو مال الناس كلهم، فيعني الحاكم ألا يجوز له الدولة في هذه الحالة أن تبني المسجد من مال الدولة؟ نعم، ما دام هناك حاجة لبناء المسجد الدولة من حقها أن تبني من المال العام. نعم. من غير إسراف. لكن أنا أريد أن أنبه إلى شيء، بس حق الدولة، حق الحاكم أن يبني مسجدا من المال العام إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لذلك لا بأس، من غير إسراف ومن غير يعني بزخ. سيدنا عمر بن الخطاب وسع المسجد، وجي بعد سيدنا عثمان وسع المسجد، هذا كله يأتي من أموال المسلمين. نعم. ولكن المشكلة الآن يا سيدي أن أصبح الناس يتباهون بالمساجد، لم تصبح حاجة الناس إلى المساجد من أجل العبادة. يعني أنت لو جئت في أوروبا ستجد حاجة للمساجد فعلا في بعض البلدان. لماذا؟ لأنك عندما تمشي ترى الناس يعني يصلون في الشوارع، المسجد غير مهيأ، عبارة المسجد عبارة عن بيت ولا عبارة عن كذا. الناس بحاجة هنا مثلا يعني، لكن بلاد فيها مساجد كثيرة ولا تحتاج إلى مثل هذه المساجد. لا يكون الحكم بأن بناء المساجد من المال لا يجوز، لا، بأن هذا عبث بأموال المسلمين، عبث، لأن الحاكم مسؤول بأن يضع أموال المسلمين في محلها، في محلها، وأن يصرفها على الناس. لا يتصور أن يكون شعب جائع لا يجد طعام ولا الشراب ثم يذهب الحاكم فيبني مساجد. لا، المسجد الله عز وجل يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آتاه ما لم يؤتي أحدا من السابقين، قال أتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، وقال في وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم. إذا الحاكم عنده مال، إما أن يطعم الشعب، أن يطعم الناس، وإما أن يبني مسجد، ما الحكم الشرعي؟ أتحدى أن يخرج عالم ليقول بأن الحكم الشرعي أن يبني مسجدا، لأن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. إنما الحكم الشرعي أن يطعم الجائع والمسكين والفقيرة والمحتاج، وأن يزوج الشاب ليعف، هذا الحكم الشرعي. ثم تأتي بعد ذلك بناء المساجد. أنا في مصر، معلش قصة بسيطة، عندنا مسجدين أمام بعض كده شبه بعض، شبه بعض بالضبط، لا يختلف عن بعض شيء. نعم، المسجدين أمام لا يفصل بينهما إلا الطريق الذي تمر فيه السيارة. سبب بناء المسجد الثاني، أحدهما كان مسجدا لكن الثاني شكله من بره مسجد فعلا، وفي مكان جوه للصلاة لكنه كان دارا للإطعام. كان في عهد الدولة أظنها المملوكية وكذا، بنى الرجل هذا الجامع اللي هو على أحدهما، يعني بنى أحد المسجدين. فلكن من عادة الناس الأمراء وغيرهم كانوا يبنون مسجد، ويبنون إلى جوار المسجد ما يسمى بالتكية أو شيء من هذا القبيل،
حتى عابر السبيل يمر فيأكل، فعابر السبيل مر فلم يجد طعاما يأكله، ولكن وجد مبنى عظيم، مسجد كبير، كتب على حائطه، لا زالت الأبيات هذه موجودة: مسجد بلا عيش، عيش يعني ها بني ليش، هكذا باللغة. سبحان نعم. الله نعم، مسجد بلا عيش بني ليش، مبني ليه المسجد، أنا أمر أكل أهم من المسجد. فضيلة الشيخ، الأخ يسأل يقول، والله يعني هذه كلمة صعبة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: ابني كافر إن الله وإن إليه راجعون، عمره 13 عاما، الآن أصبح عمره 13 عاما، والآن عمره 26 عاما، وكل مرة أدعو لرشده يسبني ويتطاول علي، وعلمت الآن بأنه من أكبر الدعاء للكفر بالله ويسب الله، وفقدت أملي فيه، فأصبح كما يقول من أكبر الملحدين في السويد، وأنا أتصدق لأجله لعل الله أن يهديه، فهل أخرج صدقة زكاة مال الفطر عنه لعل الله أن يهديه؟ أولا جزاك الله خير عما تفعل معه الآن، وأشد على يديك بأن تكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الصدقات وفعل الخير، وأن تحسن يعني معاملته لعل الله جل وعلا أن يهديه. هذه واحدة. الأمر الثاني، ليس إذا تأكدت من ذلك ليس عليك زكاة فطر، يعني زكاة الفطر تخرج عن المسلم، أما غير المسلم فليس عليه زكاة فطر إلا الزوجة الكتابية، اختلف أهل العلم فيها، أما غير ذلك فالفقهاء يرون أنه لا زكاة على غير المسلمين، لو واحد مسلم وأبواه أو أولاده غير مسلمين ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم يا سيدي. نعم، وأسأل الله أن يهديه. اللهم أمين يا رب. الإسلام وأن يعود إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله، إذا سلكت طريق الدعاء والصدقات وفعل الخير سيعود لك ابنك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى رشد. أخ محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، مسألة زكاة الفطر نعم، كثر الجدال حولها، يعني هل يجزئ أن تخرج نقدا أم يجب أن تخرج عينا؟ كثر الجدال والنقاش والسجال حول هذه المسألة. تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ يا أخي محمد. تسمع الإجابة إن شاء الله على الهواء مباشرة. فضيلة الشيخ، الأخ محمد يقول بأن الجدال، يعني ربما هذا الجدال لن ينقطع، ولكن ربما حتى في بلداننا وأيضا هنا في أوروبا، ما هو القول الفصل بإخراج زكاة الفطر عينا أو نقدا بالأموال؟ يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل زكاة الفطر صاعا من شعير أو تمر أو بر أو إلى آخره أو أقط لبن، وما كانش عندهم قمح، فلما جه في خلافة سيدنا معاوية كان القمح في بلاد الشام، فلما جاء فقال إني أرى أن يعني هذه حبة الشام يكفي فيها نصف صاع، وهكذا إلى آخر الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا كان قوت أهل البلد، وهذه الأقوات كانت تستعمل أيضا كأموال، يعني كان الناس يشترون بها، بمعنى إذا أراد ثيابا كان يشتري بالقمح الثياب، إذا أراد مثلا أي شيء أن يصلح شيئا كان يأخذ معه بعضا من الزبيب أو بعضا، فهذه كانت في حد ذاتها تستعمل. نعم، جواز أن أخرج البدل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ بن جبل في اليمن لما يعني أفاضت الزكاة عنده ووزع على فقراء اليمن وزادت، فكان الناس يأتونه بالحبوب، وأهل اليمن معروفون في هذه الأوقات بصناعة النسيج، صناعة القماش
النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الجبة اليمنية هكذا كان مصنوف. فسيدنا معاذ قال لهم يعني إن في صعوبة إنني أحمل هذه الحبوب إلى 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 المدينة وكذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحتاج إلى القماش بز، فإيتوني من مما تصنعون يعني. وسيدنا معاذ طلب أن يأتوه بمثل بالقماش بدل هذه الإيه. إذن فعاء النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأخذ القماش ولم يعترض على فعل سيدنا معاذ ابن جبل. هذه حاجة. الحاجة الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم في زكاة الفطر، بأي شيء يغتني الفقير الآن؟ ماذا يصنع الفقير لو جئت له بتمر، لو جئت له بزبيب، لو جئت له وهو يريد أن يشتري كسوة للعيد، يريد أن يشتري لأولاده حتى يظهروا كما يظهر غيرهم، ها يعني في الغنى. هكذا الهدف من زكاة الفطر ليس إنك تديره صاع التمر أو الشعير أو البر، إنما الهدف من زكاة الفطر أن تغنوهم عن السؤال، تغنوا الفقير، تمام. ولذلك كان رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بجواز إخراج القيمة. بل أنا عايز أقول حاجة، في المذهب الحنبلي هناك رأيان، مذهب الحنبلي اللي الإخوة عمالين يعني هكذا، المذهب الحنبلي هناك رأيان، رأي منه بجواز إخراج القيمة إذا كانت، أنا عشان أكون دقيق، إذا كانت في مصلحة الفقير، إذا كانت في مصلحته. ووالله الذي لا إله إلا هو، أنا زرت في أمريكا يعني زمان السبعينات أو الثمانينات هكذا، لا أذكر السنة بالضبط، لكن وجدت إلى جوار مسجد أكوام من القمح، فسألت الأخ ولعله يسمعني، والمسجد موجود في نيويورك واسم مسجد الغزالي أو مدرسة فيه، وجدت جنبه أرتال من القمح، فسألت الأخ القائم على الإدارة المسجد ما هذه الأرتال من القمح؟ قال دي الزكوات، المسلمين يجيبوا لنا قمح لا ندري أين نذهب به فيرمونه إلى جوار المسجد هكذا. قال ثم الأخ قال لي هكذا، والأخ لا زال عايش الله يعطيه الصحة والعافية، كان لسه تهنئة في أول رمضان، ها؟ قال لي الأخ الكريم هذا، قال إحنا بعد العيد بنستأجر الغرفات الكبيرة هذه حتى تأتي لتحمله وترمي به في القمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مقصد من المقاصد. حاشا لله، حاشا لله يكون ذلك المقصد، هذا أبعد ما يكون عن مقصد الشرع. الحاجة الأخرى، معلش يا أستاذ جمال، تفضل. معلش أنا آسف. اذهب إلى مثلا، أنا كنت مثلا في السعودية، كنت أشوف كان محلات زمان قريبة من الحرم جدا قبل التوسعة، قبل التوسعة في السبعينات كانت قريبة جدا من الحرم، وكانت هناك بقالات يبيعون القمح بالذات في آخر أيام رمضان أو كذا، من أول ما يجي رمضان عامة الزكوات، كان الأغنياء أو اللي عايز يطلع زكاة يروح يشتروا مثلا خمس أكياس ياخدهم في حضنه كذا ويمشي، يجد الأولاد الفقراء والناس النساء على أبواب الحرم يعطيهم من هذه الأكياس، البنت تاخد الكيس وترجعه للرجل نفسه ببيعه. لو هو الرجل اشترى مثلا بسبعة ريال أيامها أو بستة، لا أدري كم بالضبط يعني، لا أعلم بكم، ها البنت تروح ترجعه له بثلاثة، بثلاثة وخمسة ولا لا حول ولا قوة، هكذا ممكن إلى يوم هذا يحدث هذا الكلام. الله المستعان. سؤال أخير فضيلة الشيخ، بما تبقى معنا من وقت، الأخ يسأل ما هو أفضل شكل قراءة القرآن في رمضان، التمعن والتدبر أم تكرار القراءات، لأن التدبر يحتاج لوقت طويل بحثا عن التفسير. يعني ليس هذا ولا ذاك، ليس هذا ولا ذاك، لكن الأفضل أن يجعل الإنسان إلى جواره كتاب مبسط كتفسير الجلالين أو غيره، اللي بس بيفسر الكلمة علشان لما أقرأ شيء أعرف، وتكون القراءة الأولى بتاعتي هكذا، إذا كنت لم أقرأ القرآن من قبل بهذه الطريقة تكون القراءة الأولى بتاعتي هكذا، لو وقفت على معنى مثلا والعاديات ضبحا، وقفت على ما معنى العاديات، أنا مش عارف، أشوف أفتح وأقرأها هكذا، ثم تكون بعد ذلك القراءة الثانية أو الختمة الثانية أو كذا
تكون بقى من غير هذا الأمر. بارك الله بك. لابد في القراءة، لابد في القراءة أن تكون قراءة متأنية، لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. بارك الله بك فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وفيك أخي. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.